في مركز نسمة للتطريز والخياطة. المركز له حوالي 4 سنين. المركز هذا تأسس لتأهيل وتوظيف السيدات الصم. إيش في سبب الصم تحديداً؟ هم الحقيقة يعني بدينا بالفئة هذه لأنه الفرص اللي عندهم بالنسبة للتعليم والتوظيف محدودة. الحمد لله دحين ما عاد يعني صار كل الجهات بدأوا يوظفوا. يعني صاروا بشاطرين وبيبدعوا في الخياطة والتطريز والتصميم على الكمبيوتر. أوكي طيب نشوف كل الأشياء اللي شايفينها هنا من صنعهم هم، من التصميم للتشطيب. عندنا مخدات. عندنا مخدات. أوه. هذه غمايات عيون. غمايات عيون حق الطيارة أو يعني ما مش الطيارة بس يعني بتسووا بنعمل كابات طواقي كمان فبتشتروها بعدين تتخيط هنا. احنا نجيب الكاب يكون سادة وبعدين نشتغل على اللوجو على الكمبيوتر وبعدين احنا ننزله على المكاين وحنشوف مراحل. فهذه للشركات يعني بتجي تطلب شركات. منكم مثلا كابات للوجو حق الشركات. ايوه. هتسوي لنا خواطر؟ ايوه جاهزة. كويس طيب. وانت ان شاء الله هتعمل معنا واحدة يا سلام. يلا بسم الله. ما شاء الله عجبني مصنع يعني تحس انه مصنع مصينع يعني شيء جميل. ايش هنا بيصير؟ طيب هنا بيكونوا عامل التصميم خلاص على أيوة. يجي هنا اوكي يدخلوه في الجهاز اوكي يحددوا له الالوان مثلا هذا التصميم جاهز يكون يلضموا هنا الخيوط وينزل التصميم وهي لازم توقف عليه على اساس تزقط على الخيط تتاكد انه يعني نازل بالطريقه المناسبه وطبعا تشوف المقاسات وكذا. اوكي طيب حنسوي كاب خواطر تمانية. بسم الله لوجو خواطر. هذه الثمانية ولا لا ولا الخاء هذه لا مو الثمانية يعني. هذا الكاب اهلا وسهلا انتاج الاستاذ احمد. تشكرات تشكرات. شكرا. خواطر 8 من مصنع نسمه. طيب نشرح لكم سريعا المنتجات اللي بتخرج من هذا المصنع والطاقه الاستيعابيه التقريبيه اليوميه. قمصان عليها لوجوز تقريبا يقدروا يسووا 600 قميص في اليوم. كابات طواقي عليها شعارات 1000 كاب في اليوم. غطيان براريد للشاهي والقهوه تقريبا 200 واحدة في اليوم. 200 مساكات للدلات. لوجوهات على جيوب القمصان. السلام عليكم. عليكم السلام. كل البنات اللي بيشتغلوا في الشركة مبسوطين انهم شافوك. الحمد لله وانا مبسوط اني شفتهم وفخورين فيهم وشكرا على الكاب حق خواطر. هدية في هدية كمان. اهلا وسهلا شكرا جزيلا ما شاء الله يا سلام منشفت خواطر اخيرا. طيب هذه تتلبس هنا كلمة أوكي. احسان ما شاء الله ما شاء الله انا مبسوط جدا كل ما اشوف لوجو احسان السنة دي انبسط لانه الحمد لله باين انه يعني كان له اثر الحمد لله. كيف تتحط هذه؟ ورونا كيف تتحط. احنا سوينا اللونين عشان ما احنا عارفين ايش حتكون لابس يمكن احلى شويه صغير زي شاره الكابتن. طيب يكون جيد انه ممكن الفرق تصير تصمم شاره الكابتنيه في الفرق ويحط عليها احسان كده ويسوي حركات. شكرا جزيلا تشكرات كثيرات.
قد باتت فيه. كنا عونا يسر في الحزن يواسي. كنا عونا.